السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير، حياكم الله. شايفين هذه الأرقام الموجودة عند مداخل أبواب المسجد النبوي الشريف؟ وأيضا شوفوا الأرقام اللي هي عند دورات المياه أكرمكم الله 205، وشوفوا الأرقام اللي عند مداخل الساحات هناك، هذه اللوحات اللي باللون الأخضر تقريبا أو الزيتي 303. الآن بعطيكم كذا معلومات غير مسبوقة، يمكن أني أول من اكتشف هذه الأرقام، فخلوكم معنا أعطيكم كذا معلومات حصرية لأول مرة. طيب، البداية من هذه الأبواب، أبواب المسجد النبوي الشريف الداخلية، هذه الأرقام تبدأ من 1 وتنتهي عند باب البقيع، باب رقم 41 اللي هو يحاذي باب السلام، اللي لما تدخل للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تخرج أنت قاعد تخرج من آخر باب من أبواب المسجد النبوي الشريف. الشيء الجديد بهذا الأمر، أحصيت عدد الأبواب في الجهة الجنوبية فطلعت 12 باب، والجهة الشمالية كذلك الأمر 12 باب، وأما من الجهة الغربية فعندنا 8 أبواب، كذا لو حسبناها 12 و12 24، وعندنا 8 في هذه الجهة حيطلع معنا 32، بقية الأبواب وعددها 9 هي موجودة في الجهة الشرقية. طيب، البعض الآن ممكن يسأل يقول إيش الفائدة من معرفة الأرقام؟ الفائدة تحديد الجهات، يعني مثلا كثير من الزوار إذا جاء خلص يتواعد مع شخص آخر يقول له أنا عند باب رقم مثلا خلينا نقول 17، بعدها يضيع الزائر ما يعرف فين هو موجود. فخلص الآن عندنا احنا عرفنا الجهة الجنوبية اللي هي جهة القبلة عبارة عن 12 باب منقسمين قسمين، القسم الأول هو هذه الجهة والقسم الثاني في الجهة اللي هي الشرقية جهة البقيع. فعندنا الترقيم يبدأ من 1 وينتهي عند باب رقم 6، فإذا احنا عرفنا الآن انه هذه الجهة 6 أبواب. بعد كذا حنحسب الجهة الغربية 8 أبواب، فإذا 6 زائد 8 أبواب عندنا تقريبا 14، إذا نهاية الجهة الغربية حتكون عند باب 14، بداية الجهة الشمالية عند باب 15 حتحسب 12 باب، إذا نهاية الجهة الشمالية حتكون عند باب تقريبا 27. طيب، قبل لا أنتقل الأبواب الخارجية حوضح لكم كذا مثال، حأعطيكم مثال بسيط حيوضح لكم مغزى الأرقام الموجودة في المسجد النبوي الشريف. كلنا نعرف يعني، أو إذا ذهبنا إلى الفنادق سواء في المدينة أو غير المدينة، دائما الفنادق يرقموا الدور الأول، بداية الغرف تبدأ من 101 وتنتهي تقريبا 200، ثم الدور الثاني 200 تنتهي في 300 تقريبا، ثم الدور اللي بعده من 300 إلى 400 وهكذا. نفس الشيء في المسجد النبوي الشريف، عندنا أبواب المسجد النبوي الشريف الداخلية، أنا طبعا هذا تحليلي، تبدأ من 100 إلى 200 لأنه عندنا دورات المياه كرمكم الله تبدأ من 200، ويعني خلص مخصصين لها من 200 إلى 300 وهي ما توصل إلى 300. ثم عندنا الأبواب الخارجية تبدأ من 300 وأيضا تنتهي في 400، وحيجينا الآن حنتكلم عن التوسعة الجديدة اللي هي التوسعة الغربية، تبدأ من 400 وتنتهي تقريبا في 500 وهي أيضا ما توصل إلى 500 إن شاء الله أنه نكون. طيب، الآن حنتكلم عن الأرقام الخارجية للمسجد النبوي الشريف. شايفين هذه الأرقام 301، هذه بداية الأرقام الخارجية للمسجد النبوي الشريف ونهايتها عند هذا الباب اللي هو باب رقم 370، إذا عدد الأبواب 70 باب تقريبا. ومن باب اللمسة الجمالية للترقيم، لو تلاحظوا اللوحات هذه اللي هنا ملونة باللون الزيتي الأخضر الفاتح أو ما أدري إيش نسميه، هذه الجهة الجنوبية بشكل كامل. لو تلاحظوا هناك عند جهة البقيع هذه الجهة الشرقية، الجهة الشرقية ما أدري واضحة ولا لا، الجهة الشرقية بالكامل ألوان الأرقام باللون الأزرق، والجهة الشمالية اللي هي جهة عكس القبلة باللون الأحمر، وأما الجهة الغربية فهي باللون البرتقالي. ما شاء الله تبارك الرحمن، نسأل الله أن يجزي القائمين على الحرمين الشريفين خير الجزاء. دقيقة، فين رايح؟ ليش قاعد تسوي سكيب؟ لسه ما انتهت التغطية، بعدين كيف تسوي سكيب وأنا قاعد أسوي تغطية عشانك؟ لفيت المسجد النبوي الشريف مرتين وآخر شيء تسوي لي سكيب؟ ما يصح هذا يا شيخ، المفروض إنك تنشر السناب الآن.
انشر سناب عشان غيرك يستفيد، وانت اذا ما تبغى تستفيد بكيفك، لكن انشر سناب. حتى اللي يتابعنا على اليوتيوب، ترى هذا المقطع حنزله على اليوتيوب، فاللي يتابعنا عن طريق اليوتيوب حاول انك يعني ايضا تضبط المظابيط. يلا نكمل التغطية. نحن الان في التوسعة الغربية اللي هي التوسعة الجديدة، حتى هذه حيسووا لها ترقيم. شو هناك الترقيم؟ حيبدأ الترقيم من 400 401، حيبدأ من هنا تقريبا، وهنا 402 و3 وانت ماشي. يلا الان باقينا بس دورات المياه الله يكرمكم، وننتهي من هذه التغطية. طيب نختم تغطيتنا بأرقام دورات المياه. زي ما تلاحظون نحن الآن في الجهات الغربية، هذه رقم 215، وهنا عندنا 216. طبعا الترقيم يبدأ مثل ما ذكرنا في موضوع مثال الفنادق، حيبدأ من 200 فصاعدا. رقم 200 في موقعه في أقصى الجهات الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي الشريف، يعني بالقرب من البقيع. حتمشي بهذا الشكل ثم بهذا الشكل، توزيعها على الشكل التالي: عندنا في الجهات الجنوبية عندنا 10 مداخل لدورات المياه، ثم عندنا الجهة اللي هي هذه الجهة الغربية عندنا 8 مداخل، ثم الجهة الشمالية هي أكبر المداخل موجودة فيها 12 مدخل، كذا لو حسبناها 30 مدخل. باقي 6 مداخل اللي هي موجودة في الجهات الشرقية. وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد انتهينا من تغطيتنا لهذا اليوم. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. استمرت التغطية قريب ساعتين، فافهموا الموضوع يعني. قدروا المشاعر، لا تجرحوني بالتعليقات، أهم شيء تعليقات اليوتيوب، نبغى نشوف تعليقات كثيرة في اليوتيوب عشان المقطع ينتشر. لا تنسوا الإعجاب، السناب هذا يعني أمر ثانوي بالنسبة لي. يلا السلام عليكم.